يونت ان بوينتس يعني دور هي معناها الوحده كلها حولناها الى نقاط وهنعود مره ثانيه علشان نشوف جزئيه اللانجوج نوتس هذه الوحده الموجوده امامنا اللي هي يونت 6 طلعنا كل الجمل وطلعنا الكلمات المهمة اللي احنا عايزين نستخدمها كفوكابلوري July 19, uh, 2019 is the fifth هذه كلمة من الكلمات الفيري very الأولانية اسمها anniversary. Anniversary هذه الكلمة معناها الذكرى السنوية. Anniversary معناها الذكرى السنوية of a man first. من هنا المقصود بها الإنسان. first walking أول مرة walking on the moon. في بعض الأسئلة جاء هذا الفعل اللي هي walking. يعني طبعا مشتقات الكلمه حضراتكم اللي هو يعني فيرست ووكينج يعني اول مشي للانسان على سطح القمر. ابرزنتيف جاءت هذه الكلمه اللي هي معناها مندوب او ممثل لي جاءت من الفعل ريبريزنت ومعناها يمثل مش المقصود بها يمثل هنا انك انت هتكون يعني ممثل في مسرحيه او فيلم لا المقصود بها هنا التمثيل كانك يعني زي مثال بسيط لو والدتك في فرح ومش فاضيه فبتبعتك انت بدلا منها فبتكوني انت المندوب او الممثل عن هذه العائله كذلك الدول لما بتبعت مندوب او ممثل المندوب والممثل اسمه ريبريزنتاتيف اتت من الفعل ريبريزنت for ادي حرف الجر اللي بنستخدمه معاه the world tourism organization predicts Predicts زي ما حضراتكم عارفين معناها اللي هي كلمه يتنبا that people uh, will be taken into space for holidays uh, لو انت لاحظت شيء انه من هنا بدا يستخدم will be taken يعني بكل حاله من الذكاء افهم ان هذه الوحده هتتحدث عن الباسيف هتتحدث عن الباسيف يعني المبني للمجهول وهذه اول نوع من الانواع اللي هيتحدث عليها النهارده لاستخدام الفيوتشر او المستقبل في المبني للمجهول المعلومه الثانيه تيكن استخدم كلمه فور 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 هنا يعني من اجل فور هوليديز ايه السبب اللي هيخليهم يطلعوا فور هوليديز ان هم لقضاء اجازات بص للجزئيه الجمل الثانيه There will be flowing اهو استخدم برضه باسف ان ا سبيس شيب دي سبيس شيب اللي هي من حضراتكم عارفينها اللي هي سفينه الفضاء سفينه الفضاء اللي اسمها ال space شيب ذا سبيس ستيشن ادي طبعا سبيس شيب بتصل بركابها الى ما يسمى بالسبيس ستيشن اللي هي محطه المحطه الفضائيه والاوربت كلمه اوربت هنا لها معنيين يا سنه تلتة. اما بمعنى مدار واما بمعنى يدور حول يعني افهم حضراتكم جزئيه كده بسيطه جدا اللي هي هذه الجزئيه انت لازم تشوفني فيها انه كلمه في كلمه اسمها اوربت وكلمه اسمها سبين كلمه اسمها اوربت وكلمه اسمها سبين ايه الفرق بين الاثنين بين كلمه اوربت وكلمه سبين كلمه اوربت ان يدور حول مركز يعني يبقى عندي مركز كده واللف حواليه ده اسمها كلمه اوربت عشان تفتكروا لما كنتوا يعني بتلعبوا مع بعض كده الساعة لفات فات وفي سبع لفات دي هي دي اللي بنسميها أوربت كما تدور الأرض حول الشمس كما تدور كل الكواكب حول الشمس نقول عليها أوربت يعني يدور حول مركز أو أوربت بمعنى مدار أما هناك كلمة أخرى لو أنت بتكتب ورايا اسمها سبين اس بي اي ان سبين اس بي اي ان وبي بن مش بي بوك اس بي سبين ده يدور حول نفسه يدور حول نفسه زي النحله اللي بتلعبوا بيها او المروحه بتاعه السقف اللي عند حضراتكم دي بنسميها سبين وسبين لها معنى تاني لو انت برضو بتكتب ورايا تيجي بمعنى المغزل كلمه سبين بمعنى المغزل ايه المغزل ده اللي بيحول الصوف الى خيوط بيحوله الى خيوط تلاحظ كان في الافلام القديمه بيستخدموه بيلفوا كده بيلفوه كده بيحول هذا الصوف الى ايه؟ الى خيط فبيسمى بالمغزل. ده كل ده عشان نتكلم على كلمه اوربت، بعد كده بنصل الى ات ذا هايت اوف هات ات ذا هايت اوف دي جاءت في الامتحان في ثلاث مواضع في ثلاث مواضع يا سنه ثالثه استخدم أولا قال ما حرف الجر الذي يأتي مع هذه الكلمة فسألنا على آت المرة الثانية بعد آت استخدم الناون لم يستخدم الأوبجكت لم يستخدم الأدجكتف يعني لم يستخدم الصفة ولكن استخدم الناون ولذلك لاحظنا وجود آ قبله آت أهايت وحرف الجر الذي ختم به هو أوف at a height of يعني على ارتفاع، على ارتفاع وده اللي احنا عايزين حضراتكم تخلي بالكم منه. بص كده كمان في الجزئية الثانية اللي عندنا استخدم it is the same distance. distance. distance معناها مسافة. distance معناها مسافة. آه كمان عايز أجيب الصفة من هذه الكلمة. الصفة من كلمة distance كلمة distant معناها بعيد، distant يعني بدل السي اي اللي في الآخر دي حط حرف التي ومعناها بعيد بتساوي كلمة فار لأنه مطلوب من حضراتكم السينينم والأنتنم هذا العام. المعلومة الثانية الشيء بالشيء يُذكر عندما طبعا هم وضعوا امتحان سنه اولى السنه دي فاضافوا نظام جديد لعمليه اسئله الاختياري انه وضع بدل ما يحط اربع اختيارات لسؤال الاختياري حط خمسه. خمس اختيارات لهذا السؤال ومش كده وبس كمان قال انه من خلال الخمسه دول في اجابتين كوريكت. يعني انت هنا مش هتبدا تختار إجابة واحدة لما هتلاقي كاتب لك في رأس السؤال تشوز تو اختار اثنين هيدي لك خمس اختيارات ويطلب منك انك تختار اثنين اجابتين صحيحتين، لو اخترت واحده ضاع السؤال، ولو اخترت واحده صح والثانيه خطا ضاع السؤال، لان ده لا مش هيصحح بشري، هيصحح عن طريق الكمبيوتر المغذينه ان A و C هي اللي صح، لو حطيت A و D يقول لك الاجابه خاطئه والسؤال ده بياتي فين بياتي بس في عمليه السينما والانتينم المرادفات والمضادات هذه او تضاد بين الكلام هذا هو السؤال حبيت اقول لحضراتكم عليه ده اللي ظهر مره ثانيه ايوه حنين هتسالي هتسالي يا حنين ولا لا لا طيب the space station الجزئيه الثانيه the space station will be like a سفينه فضائيه اتفضلي ايوه حنين قريب لينا لا الصوت الصوت عند حضرتك يعني يعني حاسس كان الانسان فضائي بيكلمني ها i can't hear you أنت بس في امتحان في امتحان تجريبي لينا يعني دي من ضمن يعني المعلومات اللي احنا وصلتنا لكن ليست معلومات صادقة لو هيكون امتحان تجربة هيكون في شهر خمسة أكيد يعني لو في امتحان لا ما لغاها قلب نعم تمام ما بعدين موضوع الاعداد ده بفلوس اه يعني هنبدا احنا في انتظار القرار الصائب وهنبلغكم به ان شاء الرحمن وانا هحاول اعمل امتحان تجربه بس بعد ما اخلص ان شاء الرحمن Uh, طبعا السبيس ستيشن ويل بي لايك ا جاينت عملاق سبيننج ويل سبيننج ويل جاينت عارفينها عملاق من قبل سبيننج ويل وهي العجله الدواره ويل عجله وسبيننج اللي قلت في الفعل سبين الذي يدور حول نفسه There will be two special, special. وإحنا قلنا هناك فرق بين كلمة special وكلمة private. Private معناها شيء ملكي. ملكي املكه اما كلمه سبيشال اي شيء خاص بناس معينين خاص باشخاص معينين بمكان معين باستخدام معين او ذو مميزات خاصه يعني لو قلنا مثلا العربيه بتاعت طلاب مدرسه المستقبل هذه العربه تعتبر بالنسبه لهم سبيشال لانها خاصه بهم ولكن لا يملكونها، يعني مش ملكهم، مش بتاعتهم، آه فلذلك، لكن لو العربية الملاكي بتاعتي لنا أنا أقودها، بنسميها private car، أما اللي الحياة اللي هي ذات المميزات الخاصة، بنسميها special، أو الإنسان المتخصص في شيء واحد، بنقول عليه specialist، اللي هو معناه المتخصص، بعد كده آه نشوف حضراتكم في كلمة ثانية، وكلمة من كلمات المتداولة كثيرا جرافتي جرافتي ودي جرافتي معناها الجاذبية الأرضية the force that makes things fall to the ground the force that makes things fall to the ground يعني معناها القوة التي تجعل الأشياء تسقط إلى الأرض وفي في بعض الكتب كمان بي بيستخدموها على انها بمعنى خطير او معنى خطوره كلمه جريفيتي في بعض الكتب لقيتهم مستخدمينها على لمعنى اخر من هذه ايه رحت فين؟ بعض الكتب بتستخدم هذه الكلمه مره ثانيه على انها بمعنى خطوره like earth and one with zero graffiti. اللي هي بنسميها الانعدام الجاذبيه زيرو جرافيتي يعني انعدام الجاذبيه Is This the one with zero gravity will be for weightless. يعني هنا بيقول إن عندنا هيعملوا عندهم في سفن فضائية أو محطات فضائية with zero gravity عشان يعملوا حاجة اسمها weightless sports أنواع من الألعاب الرياضية. ده طبعا الرجل ده بيحلم انه هذه الالعاب الرياضيه ويتلس يعني منعدمه الوزن يعني معناها في العاب عديمه الوزن وليس لها جاذبيه هتكون في الفضاء. Some people are worried بعض الناس وورد مالهم دون uh, are they they will suffer from suffer from كلمه suffer from معناها يعاني من يعاني من Side-effects وهتلاحظوا ان لما نحل التمارين هتلاقوا الكلمه دي مكرره كثير جدا سايد مره يغلطك في كلمه سايد اللي هي سايد افكتس معناها الاثار الجانبيه سايد افكتس معناها الاثار الجانبيه مره يغلطك في كلمه سايد مره يقول, لها يقول لك يقول سايد ولا يقول لك بيسايد ولا اسايد عشان يلخبطك وافكتس مره يجيبها بالاي يخليها فعل فتخلي بالك من هذه الجزئيه اكسبيرتس are hopeful يعني الخبراء ما عندهم امل في ايه are طبعا هنا ذات there will be treatment treatment قلنا هذه الكلمه treatment لها معنيين إيه؟ treatment معنى, معنى معاملات وهنا لكن هنا جاءت بمعنى علاجات جمع كلمه علاج for most side effects علاج لهذا هذه الاثار الجانبيه everyone who has أتوقف في هذه الجملة لاحظتوا أنه كلمة everyone يعني معناها الجميع في لغة العرب كلمة الجميع معناها كلمة جمع وليست كلمة مفرد ولكن في اللغة الإنجليزية everyone و someone و everybody و somebody and nobody و no one هذه الكلمات تعامل قلناها قبل كده بس عشان الناس اللي ما كانوش معانا تعامل في الجملة معاملة المفرد تعامل في الجملة معاملة المفرد ولكن الضمير الذي يحل محلها يكون جمع الضمير الذي يحل محلها يكون جمع إزاي؟ Everyone هنا استخدم كلمة has فعاملها معاملة المفرد ها and طبعا برضو has described عاملها معاملة المفرد described يعني وصفة وصفة The amazing or magical magical or amazing ده معناها الشعور السحري او المذهل او المدهش of uh, looking down يعني لما تكون حضرتك موجود في سفينه الفضائيه او المحطه الفضائيه وتنظر على looking down on look on لانك تنظر من اعلى الى اسفل on بتنظر على الكره الارضيه منظر بيبقى مذهل شديد جدا it is amazing to look down on the earth as it spins، اد الفعل spin اللي قلت لحضراتكم عليه تدور حول نفسها، لان انتم عارفين الارض ليها حركتين حركه اوربت وحركه spin. آه لكن انا اللي يهمني هنا افكركم بالقاعده اللي هي قاعده ات فيرب تو بي ات فيرب تو بي وراها صفه اذا جاءت ات. وراها فيرب تو بي از اووز يعني وياتي بعدها صفه بعد الصفه ياتي تو زائد المصدر ياتي دو زائد المصدر تخلي بالك من هذه الجزئيه لان مكرره كثير جدا. بعد كده بنلاحظ في سنتنس نمبر 14 it will be impossible يعني من ضمن العيوب بوجودك داخل سفينه فضائيه ليه انا واخد الموضوع بالتفصيل لانه من ضمن البراجرافات اللي جاءت قبل كده قال تخيل انك تلقيت تذكرة لرحلة الى الفضاء اكتب باراجراف او عن هذا الوضع ان ان هتاخد مين وهتشوف ايه وهتعمل ايه وتحس بايه او اسئله كثيره جدا في هذا المنوال. It will be impossible من المستحيل to go shopping يعني من الحياه اللي هي بتبقى صعب على حضرتك انت وموجود في الفضاء انك شوبينج تعمل شوبينج او فور ا ووك او تروح تتمشى مش تقول مش عارف هتتمشى على شط النيل ولا على شط مش قادر تعمل اي حاجه من هذه الاشياء ثينك اوف ذا فن فن هي المتعه فن المتعه يو كان هاف ويز ويتليس سبورتس اللي هي الرياضات اللي هي منعدمه الوزن يعني لو حضرتك معاك كوره تيجي تشوتها تلاقيها بتمشي يعني مهما تكون قوتك ما تحركش لها طايره في الهواء مع نفسها The disadvantage لكن ايضا من عيوب هذه الرحلات الفضائيه is the cost of cost وهي التكلفه. اقف عند كلمه كوست هنا عند كلمه كوست اللي موجوده قدام حضراتكم كده لو انت شايفها دي كلمه كوست سي او اس تي معناها يكلف او تكلفه معناها يكلف او تكلفه. وطبعا لو انا حطيت سي او اي اضفت حرف الاي هتبقى كوست معناها الساحل معناها الساحل الـ او اللي هو ساحل البحار والمحيطات. آه, at the moment at the moment هنا يعني لا يعني مش دايما بيكون معناها في هذه اللحظه يقصد بهذه الكلمه at the moment يعني في الوقت الحالي ولذلك قال لك هذه الكلمة تساوي كلمة currently معناها حاليا ولذلك هذه القاعدة بتفكرنا كنا بنقول لحضرتك ابدأ ابدأ الجملة بحال ولا تبدأها بصفة at the moment or currently the cost of a holiday is very high لا أقول لك لأن لسه التجربة في بدايتها هتكون طبعا السفر للفضاء غالي جدا يونت uh, او سنس uh, نمبر 18 بتاع قاعده لو حضراتكم فاكرينها اسمها زامور 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 كلما كلما هذه القاعده هناخدها طبعا بالتفصيل واحنا اخذناها قبل كده قاعده زامور زامور كلما كلما بتتركب من ذا زا زائد صفه في صيغه مقارنه بين شيئين وبقيه فاعل ثم فعل the more people want to do something. كلما زاد طلب الناس على فعل شيء ما the cheaper it will become كلما أصبح أرخص. فأدي ذا ثم صفة مقارنة بين شيئين إذا كانت صفة ذات مقطع واحد بنضع في آخرها إي ER آر كما ترون وإذا كانت صفة من الصفات الشاذة فإنها تحفظ وإذا كانت صفة من الصفات الطويلة فنضع قبلها كلمة زمور ثم الصفة 19 if you are interested Though انت عند حضرتك اهتمام وهنا ننظر الى هذه الكلمه كلمه interest كلمه interest كلمه interest يا حضرات هنا interest اصلها اهتمام interested معناها مهتم interested معناها مهتم لان هنا interested يصف بها انسان اما اذا اراد ان يستخدم الصفه لغير عاقل مش هتقول انترستد هتقول انترستنج يعني تاخذ الصفه المنتهيه دي بالانسان للانسان او للبيبل الاشخاص اما الصفه المنتهيه باي ان جي فاننا نستخدمها مع الاشياء ولكن متى نستخدم الصفه المنتهيه باي ان جي مع الاشخاص اذا كان هذا الشخص هو السبب في حدوث هذه الصفه آه طبعا start saving ابدأ من الآن بالتوفير هنا طبعا ألاحظ حضراتكم في هذا الكلام أن كلمة start من الأفعال التي تأخذ ING وتو المصدر بدون أي تغير في المعنى آه آه Thank you for coming Thank الشكر بيأتي مع حرف الجر فور ثم الفعل مضاف له ING Thank you for coming into the studio uh, بعد كده بيستعلمك نوع من انواع الريكوست الطلب Could you start بعد في طبعا Could you هل يمكنك ان تبدا طالما استخدم موديل فيرب استخدم فعل ناقص فانه ياتي بعده الفعل في المصدر باي ياتي بعدها الفعل مضاف له ING start by telling ان تبدا باي تيلينج هيجي لك سؤال في باي يقول لك باي ولا ويز باي ولا ويز هنستخدم باي زائد الفعل مضاف له اي ان جي This is very special week. احنا قلنا special زو ميزات خاصة مش هنعيدها تاني. I have I have been taken with two other astronauts. Astronaut هنا لا عند حضراتكم اللي احنا بنتكلم عليها astronaut دي اللي موجودة قدامنا دي هم رواد الفضاء بص هذه الكلمة دي معناها رواد الفضاء وبتنست... وتساوي كلمة أخرى اسمها سبيس من سبيس من لو تكتب ورايا سبيس اللي هم رجال الفضاء آآ آآ طبعا ويز تو تو ا لانه اخذوني الفعل تيك معاها حرف الجر تو ا لوكيشن ولوكيشن بمعنى موقع كما درسنا في العام السابق. Uh, 24 the spaceship launches launch خلي بالكم من الكلمه دي كلمه امتحان ما تقولش launch ما تقولش launch launch انتوا عارفينه طبعا لكن كلمه launch launch معناها يطلق يطلق او ينطلق هذه الكلمه تستخدم مع الصاروخ تستخدم مع السفينه تستخدم مع اي حمله حملة توعية، حملة ضد مرض مش عارف إيه، دي كلها بنسميها كلمة لونش ينطلق. How long does it take؟ طبعاً هو استخدم كلمة does أو اللي هنا الفعل المساعد does لذلك أتى بالفعل في المصدر to reach أن تصل، كلام سهل جداً. It takes about، هنا كلمة takes about معناها تستغرق. مش تأخذ يعني takes about تستغرق حوالي. فكلمة about هنا بمعنى حوالي 6 hours يعني 6 ساعات عند حضراتكم تاني من الفعل اللي هو 27 خلي بالكم برضو منه look forward to look forward to احنا كنا بندرس دائما ان 2 يأتي بعدها الفعل في المصدر لكن هنا يا حضرات look forward to يأتي بعدها اسم أو فعل مضاف له ing زود في هذه الحتة البيضاء اللي موجودة عندكم هنا في الحتة دي كده اكتب يأتي بعد look forward تو يأتي بعدها اسم أو فعل مضاف له ing تاني look forward to يأتي بعدها اسم أو فعل مضافا له ing What is your mission؟ mission هنا بمعنى مهمه بس حضرتك اللي انت بتقوله فين عشان الصوره اللي عندي صفحه كام ايه يا محمد بقول لك الشرح اللي انت حضرتك بتشرحه صفحه كام عشان الصوره عندي مش ظاهره 113 صفحه كام 113 تمام تاني آه <applause> بنواصل <بأنه> <applause> انه كلمه mission mission هنا معناها مهمة وهنا كلمة المهمة مهمة مش معناها يعني important لا ده هنا كلمة مهمة يعني معناها عبارة عن something you should do something مستر. you should do الحمد لله على السلامة يا فاطمة أنا سدينا مستر معلش هنا يأتي بعدها اسم أو فعل مضاف أي معلش عشان ما لحقتش أكمل ING. Look forward to ياتي بعدها اسم او فعل مضافا له ING. نورتي الحصه يا فاطمه. نورك يا استاذ. والله شوف احنا كنا بنعيط ونقطع في الشربات من الصبح. <applause> خلاص آه ومبروك عليكم البيت الجديد يعني. الله يبارك فيك. <applause> What is your mission exactly كلمه ما خلي ما تقلقيش يعني الجزئيه دي كلها انا هسجلتها لك فيديو وهبعتها لكم للكل يعني what is your mission حتى يعني وشك حلو النهارده الجلسه ما فصلتش لو خدت بالكم يعني what is your mission today يعني النهارده يعني كلمه ميشن قلنا معناها مهمه قلنا مش معناه زي كلمة تاسك عارفين كلمة تاسك يعني يقول النهاردة مهمتك يا فاطمة تغسل المواعين أدي مهمتك أدي العمل المطلوب منك لكن كلمة ميشن هي مهمة رسمية بتأتي بتكليف رسمي من شخص أعلى أو من حكومات لأن في كلمة اسمها ديوتي الواجب وفي تاسك برضو معنى مهمة بس مهمة بتبقى بسيطة بين الأشخاص بما بعضهم There are two or three little little things يعني ممكن أقول little things وممكن أقول small things والاثنين مع لكن واحد قال لي يا استاذ طيب انت ازاي بتقول لي ليتل ومستخدم سينجس اقول له كلمه سينجس جمعت لوجود تو اور ثري تو اور ثري سينجس لكن صفه هذه الاشياء احنا يعني عند حضراتكم مش شرحنا جزئيه بتاعه ايه ترتيب الصفات ردوا عليا شرحنا آه. ترتيب الصفات قبل كده ترتيب الصفات ازاي يعني, يعني؟ دي, دي حضرتك شرحتها يعني, شرحتنا يعني حضرت لو عندنا اكثر من صفه في مكان واحد اكثر من صفه قدام الاسم نقدر نرتبهم؟ حضرتك ما قلتش بصراحه لا. آه. آه. تمام خلاص بعد ما نخلص الجزئيه بعد ما نحل ده هشرح لحضراتكم برضو ترتيب الايه الصفات ويعني دي مش موجوده في كتاب المدرسه اصلا لكن وجدت في اسئله موجوده عليها هشرحها لحضراتكم مره ثانيه حتى الناس اللي ما كانوش موجودين ازاي ارتب الصفات لان لاحظنا هنا ان هو وضع 2 و 3 دول يعتبروا صفات وهنا جاء بعدهم اسم وبعدين جاب لتر وبعدين اسمول طيب يترتب ازاي ده اللي هنقوله بعد بشويه لما نخلص ان شاء الله الرحمن ذا مين هنا كلمه مين هيسال حضراتكم مين بمعنى رئيسي وتساوي ممكن تساوي كمان كلمه essential essential اي اس اس خلاص هنفكركم بس بأولها يعني وطبعا حرفها والتي والشيال ده كلكم عارفينها. essential اللي هو معناها اساسي uh, problem uh, we think there may be كلمة leak أقف كده معايا كلمة leak of كلمة leak دي لوحدها بمعنى تسرب وبمعنى يتسرب خلاص leak بمعنى يتسرب وبمعنى تسرب تسرب اشاعه تسرب سر تسرب غاز تسرب ميه من الحنفيه اي حاجه تتسرب حاجه تكون محكومه وبعدين تبدا ريليز تنطلق يعني ايه يعني ليتل باي ليتل جزء, جزء كده فهنا بيسميها ليك جابها في احد امتحانات اوائل الطلبه وسالهم قال اعطيني كلمه او اعطيني فعل يساوي كلمه ليك. ايه الفعل ده؟ pass on b a -S, s s on pass on pass on بمعنى يتسرب او التسرب ده اللي بقوله لحضراتكم نشوف كمان قبل ما نشوف ال... نشوف جرينا شويه كده في عندنا we think it will be it will be repaired repaired طبعاً ريبيرد uh, quite كويكلي يعني كلمة ريبيرد اللي هي بمعنى يصلح ريبير uh, وإحنا قلنا طبعاً لاحظنا أنه النهاردة هو مركز على الباسف لأنه من ضمن الحياة اللي إحنا هنستخدمها أنه نتكلم عليها النهاردة اللي هو uh, الباسف We will almost certainly need to spend يعني إحنا بالتأكيد نحتاج to spend النقدي ونمضي some more time إيه الفكرة في هذه الجملة؟ اي السؤال هيجي ازاي؟ ان يقول لحضراتكم ان الفعل spend يا طبعا spend لها معنيين إيه؟ اما بمعنى يمضي او يقضي اذا جاء بعدها تايم، واما بمعنى ينفق اذا جاء بعدها money فلوس فكلمه spend here طبعا اتى بعدها تايم فاذا جاء بعدها تايم استخدم الفعل او انجيرنت اللي هو الفعل المضاف له ايه؟ اي ان هذه المعلومه فعل سبنت الفعل سبنت من الافعال اللي هو طبعا هيبقى لها معنيين فعل بمعنى يقضي او يمضي متى اذا جاء بعدها وقت اتى بعدها تايم اما تكون بمعنى ينفق اذا جاء بعدها مال واذا جاء بعدها تايم الفعل الذي يستخدم بعدها يكون مضافا له اي ان Do you mean a space walk? دي جابها في امتحان من حوالي ثلاث سنين. Space walk قال space walk ولا space walking ولا space walked والكلام ده. هي طبعا هنا جايه ناون مش هينفع فيها تصرف اي شيء. Space walk وهو معناه المشي في الفضاء. Is that, uh, all the equipment. Equipment هذه الكلمه من الكلمات يا حضرات اللي هي بيسموها uncountable يعني ما ينفعش اقول equipments uh, will be examined all the equipment يعني مفرد جمع تقول عليها equipment على طول uh, will be examined سوف تفحص We are given a lot of training. يعني أنا يهمني الجزئية دي برضو وجدنا فيها أسئلة. كلمة train. كلمة train. ها. Uh, اللي هو التدريب. بص الفعل اللي بيستخدم معاها الفعل give. الفعل اللي بيستخدم مع هذه الكلمة الفعل give we are given a lot لو لاحظتوا في كلمة اسمها headache فاكرين headache الصداع برضو الفعل headache ده بنستخدم معاه برضو يا حضرات حاجة تانية بناخد معاه الفعل give give me a headache give me a headache give me a training وهكذا exactly كلمة exactly اللي احنا بنقول عليها دي معناها بالظبط تمام what to do in this situation ماذا تفعل في هذه المواقف when you will weightless in space عندما تكون منعدم الجاذبية ومنعدم الوزن we, are, we will probably be يعني هنا طبعا هنا لما استخدم ويل استخدم probably ودي من الكلمات اللي خدناها في الفيوتشر طبعا بيأتي بعدها الفعل في المصدر it depends on depends on امشي ما اكتب معايا كلمة depend on معناها يعتمد على تساوي relay on r e l y on r e l y on relay on بتساوي based on b a s e d on بتساوي count on C R U N T C O U N T on ادي عند حضراتكم اربع كلمات بمعنى يعتمد على اربع افعال بمعنى يعتمد على how serious the problem are طبعا خلي بال حضراتكم معلومه تانية في هذه الجمله لاحظتوا هنا ان هو استخدم how اهي بص اللي جاء وراها ايه اللي جاء بعدها كلمة سيريس هنا بيفكرني بالجزئية اللي أنا قلتها لحضراتكم من قبل أن هاو يأتي بعدها صفة اللي بيكتب ورايا هاو يأتي بعدها صفة أما وات يأتي بعدها اسم تاني هاو يأتي بعدها صفة وات يأتي بعدها اسم How serious? قلنا إذا أردت أن تصف بها إنسان فهو بمعنى إنسان جاد لا يحب الهزار وإذا وصفت بها شيء فهو بمعنى خطير فهذه الكلمة لها معنيين فهنا بمعنى جاد أو بمعنى خطير كمان دي حضراتكم جزئية تانية عايز حضراتكم تعرفوها بعد كده I am sure you will be interviewed يعني سوف يجرى معك مقابله كلمه إنترفيو انترفيو ده مقابله من اجل وظيفه او مقابله تلفزيونيه او مقابله صحفيه وطبعا الانترفيور وهو المحاور انترفيوي ده المحاور اللي هو الشخص الذي تجرى معه المقابله ايوه محمد يا مستر آه. دلوقتي مش اللي هو المقابلات التلفزيونيه يعني ميتنج اه يعني هي كلمه ميتنج المعنى الاقوى لها هو اجتماع من اجل هدف محدد ومعين لكن الانترفيو يعني كلمه الميتنج ده بيحضروا اللي هم اعضاء اللي موجودين لكن انترفيو بيبقى محاور آه. ومحاور وهناك مشاهدين او مستمعين لهذا الامر اما لما تعمل ميتنج بيبقى خاص الناس اللي هم مهتمين بوان مهتمين بموضوع واحد جاهزين؟ كله جاهز؟ اه تمام تمام. anniversary او هرجع طبعا انا بعمل عمليه ايه؟ مراجعه لكل اللي انا شرحته بالتفصيل المره السنه كانك هتسمع الكلام مرتين. anniversary وقلنا دي معناها الذكرى السنويه. آه طبعا هنتكلم على الكلمه اللي بالاحمر بس طبعا وانت الامثله ريد كلمه q ورو كيو ورو شايفينهم ورا بعض كيو ورو الاثنين ورا بعض اهو الاولانيه نمبر 2 دي بمعنى دي بمعنى طابور شايفين دي بمعنى طابور يعني كانك واقف في طابور العيش واقف في طابور المدرسه دي نسميها كيو لكن وجودكم بجوار بعض يعني زي ما انتم قاعدين اثنين على الدرج جنب بعض كده صف صف كده نسميها رو نسميها رو بمعنى صف، ده الفرق بين الاثنين. ات اهيت اوف شرحناها طبعا معناها قلنا ايه؟ على ارتفاع بياتي قبلها ات وبعدها اوف آه يعني على ارتفاع مستر وكلمة... لو سمحت الفرق بين؟ تفضلي. الفرق بين كيو لاين؟ اه يعني هما كلمه كيو الذين يصطفون من اجل غرض محدد. يعني انت حضرتك واقفه في طابور العيش. كويس فكلنا آه. واقفين من اجل غرض واحد فنقول كيو لكن كلمه لايك like بمعنى صف او طابور يعني مثلا انت ماشيه في نزلت في اسوان مثلا في السوق هتلاقي الناس ماشيه ورا بعضها طابور مش ده اللي بيحصل آه. لكن هل كل الناس دول ماشيين من اجل غرض واحد لا يبقى نقول عليهم لاين وكلمه لاين كمان لو اصطفيتوا كمان جنب بعض برضه نسميها لاين كويس سؤال حلو برضو يا حنين تمام آه كلمه سبوكس دي من كلمات الامتحان اللي بيوجع بها الطلبه ركز كده معايا كلمه سبوكس دي تفكركم بايه انت لما تشوفها تقول عليها ايه دي سبوك ها آه سبوك. سبوك معناها ايه مش سامعه فاطمه سبوك معناها تحدث تحدث مع كلمه حد. ايه سبيك ماضي كلمة سبيك لكن ما ينفعش طبعا تكون في الماضي وأحط لها اس ينفع؟ قال لي لا, لا. فكلمة سبوكس دي هذه الكلمة الفيري امبورتنت هذه الكلمة اللي موجودة قدام حضراتكم معناها سلك عارفين سلك العجلة؟ عارفين العجلة؟ العجلة اللي هي ده في, في سلك كده طبعا الولاد يمكن عارفين البنات أكيد يعني السلك اللي موجود, موجود ده بنسميه سبوكس ماي بايك سبوكس فرامل؟ نعم <applause> يا محمد لو يا مستر اللي السلك اللي هو بيمسك الفرامل ده من الدراع لا لا, لا 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 يا راجل السلك اللي هو في العجله العجله اللي كده مش فيها سلك بترس في, في النص الجنزير قصدك آه. الجنزير ايه بس يا راجل لا انت حاجه بركه ويت انتظر لما انا كنت فاكر انك كن الولاد مش هيعرفوا اللي... هجيب <applause> لك اهو ثواني كده ويت يعني ويت بايك مليون سلك لا لا فيها مليون سلك راجل يعني انا آه سلك احنا بنتكلم سلك العجل غير الواير اللي احنا بنتكلم عليه الواير؟ لا الواير ده حاجه <applause> نشوف بس ثواني اسمه ايه طب هو؟ استنى يا راجل انت هتدخلنا في متاهه ملهاش لازمه اصلا هي الكلمه اصلا غير ان احنا عايزينك في الامتحان اه <applause> فينك روحتي؟ نيو الشيخ؟

شايفين الصوره اللي قدامكم ها اه شايفينها ايوه هو ده؟, ده اللي انا بقول لكم عليه السلك ده شايفين ده اهو ده السلك اللي بيقول عليه حاج محمد شفت ايوه يا مستر اللي يا مستر ايه دخل ده ايه دخل الفرامل ودخل ده الجنزير ودخل مش عارف السلك, في السلك ده اللي احنا بنسميه السبوكس ونرجع تاني لمولنا عشان ايه لناش اه دعوه خلاص اه بعد كده كلمه جرافيتي اللي هي قلنا معناها ال ال الجاذبيه تريتمنت فور اللي بيساوي كيور بمعنى علاج لوك داون اون ينظر من اعلى على يعني لما تبص من فوق على يعني كانك باصص من البلكونه على شيء في الارض بنسميها لوك داون اون هاف فن يعني هنا بقول لك هاف فن هاف فن هاف فن يعني استمتع بشيء ما كلمة ويز سبورتس خدناها من سنة تانية كلمة سبورت يأتي معها دو أو بلاي دو أو بلاي بلاي اللي هو بمعنى يؤدي ودو بمعنى برضو بمعنى يؤدي reason for فور قلنا ريزون بيأتي معها فور وكوز يأتي معها of قلناهم طبعا سبب أو مبرر أدي كلمة ريزون بيأتي معها فور وأدي كوز بيأتي معها of هتلاقي reason for و cause of الاثنين دول بيأتي بعدهم اسم أو فعل مضاف له ing لكن حضراتكم لو استخدمت كلمة the reason why the reason why كما ترى في المثال يأتي بعدها جملة كاملة إيه الفرق بين الثلاثة reason for كلمة reason تنفع اسم فقط بمعنى سبب أما كلمة cause تنفع سبب ويسبب يعني اسم وفعل في نفس الوقت. the reason هواي ياتي بعدها جملة كاملة. the reason هواي ياتي بعدها جملة كاملة. آه نعود مرة ثانية لكلمة ستارت، قلت لك ستارت باي لو جاء اي لو قلت ستارت ويز ياتي بعدها اسم، عشان ما تقول لي ما الفرق بين ستارت باي و ستارت ويز؟ اديني بوضح لك اهو. ستارت باي ياتي بعدها اي وستارت ويز ياتي بعدها الفعل ستارت ويز ياتي بعدها اسم وستارت باي ياتي بعدها الفعل مضافا له اي ان لوكيشن قلنا بمعنى موقع موقع اسر ممكن للاسر موقع للعمل موقع للتصوير اسمها او موقع لي على الخريطه برضه بنسميها لوكيشن ديستنيشن اللي جت في امتحان سنه ثانيه السنه اللي فاتت معناها الجهه المقصوده المكان الذي تقصد الذهاب إليه فبنسميه ده عبارة عن destination go walking بساوي go for a walk خدت بالك من دي أنا قلت لك go for a walk لو استخدم for يجيب وراها اسم go for يأتي بعدها اسم لو استخدمت go فقط استخدم وراها الفعل مضافا له جي تاني go فقط استخدم بعدها الفعل مضافا له ING go for استخدم بعدها اسم take into space take into space يعني يأخذ فلان إلى الفضاء يأخذ فلان ليه طب ليه يا أستاذ قال إن ليه ما ليه 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 ما قال انتو ما قالش ان قال لي لما بيستخدم لما تضاف تو الى ان او اون اقول اون تو ان تو جل في هذه اللحظة بنستقبل نضيف تو بعد ان وبعد ان لم يبقى عندها في موفمنت اند في تشينج تغيير للحالة كان على سطح الارض واصبح في الفضاء فتحول من حالة الى اخرى وفي نفس الوقت. عمل موفمنت في حركه من مكان الى اخر فمن هنا استخدم يعني غير وضعه كان في وضع السكون لوضع الحركه او من مكان الى مكان فبيستخدم كلمه انتو وليس ان. ادي الفرق بين كلمه اوربت وسبن كما لاحظتوا حضراتكم هنا كلمه اوربت وسكن orbit يدور حول شيء وسبن يدور حول نفسه دي قلناها وشرحناها. Uh, the same as look like إيه الفرق بين الاثنين دول the same as هتحط هنا في هذه الجزئية بعد كلمة the same هنا هو تقول نضع noun اسم خلاص the same هتحط هنا مكان السهم اسم وبعد as اكتب المشبه به the same as the distance from Cairo. يعني it about أدي it ده هنا المشبه إنها حوالي the same the same as the distance from Cairo to المنيا. Look like ده هنا بقى إيه؟ ده شبهه تماما يأتي بعدها look like كذا. يعني كلمة يشبهه بيأتي بعدها اسم. look like هنا يأتي بعدها اسم. سفر فروم يعاني من في every one everybody قلناها يأتي بعدها فعل مفرد it will be impossible قلنا it verb to be لما يأتي بعدها صفة يأتي بعدها to زائد المصدر كلام للمرة الثانية special اللي هو قلنا خاص أو مميز أو ذو مميزات الخاصة private اللي هو حاجة ملكك ملك شخص أو عائلة public ده اللي هي معناها عام لكل الناس public عام لكل الناس ده طبعا كلمه عام دي اليو ده حرف العين والاتش ده حرف الالف والال ده حرف الميم عشان هو طب طبعا كان بيكتب انجليزي وكتب دي كلمه عام دي معناها عام. آآ آآ كلمه ميشن مهمه او بعثه بهدف وغرض معين وتكون مهمه رسميه. كلمه ليك like اللي قلنا عليها بالساوي باس اون بمعنى يتسرب او تسرب. ليك وهي البحيرة البحيرة لاك وهو نقص لو عايز تكتب كلمة رابعة اكتبها ال اي سي كي ال اي سي كي لك بمعنى يلعق بمعنى يلحس كانك بتلحس مصاصه ولا ايس كريم ولا اي حاجه دي معنى كلمه لك أسترانوت بص الثلاث ثلاث كلمات دول هتلاقيه دايما هتغلط فيهم حضرتك. أسترانوت الاولانيه وهو رائد الفضاء اللي بيتعامل بيذهب برحلات للفضاء. astronomer astronomer ده عالم الفلك الذي يدرس النجوم والكواكب الذي يدرس عالم الفلك الذي يدرس عالم الفلك ويدرس عالم النجوم والكواكب أسترولوجر ده العراف أو المنجم اللي هو بنسميه بريدكت أباوت ذا فيوتشر بيتنبأ بالمستقبل. تاني أسترونوت رائد الفضاء أسترونومر عالم الفلك اللي بيدرس الكواكب والنجوم أسترولوجر اللي هو العراف أو المنجم. كلمة لونش ولانش لونش يطلق قمر صناعي صاروخ موضة حملة إشاعة أي حاجة. لانش طبعا حضراتكم حافظينه اكزامن ده بتنفع مع البني ادمين ومع الاشخاص بمعنى يفحص اخر كلمه في اللانجوج نوتس بتاعتنا الانترناشونال اللي هو عالمي او دولي عالمي او دولي وناشونال هو الايه القومي أيوه أنا تجان. اللي عليا الدور اتفضلي uh, 1969 was, uh was the when the first man walked on the moon عليك <applause> تمام today is uh, uh, first <applause> anniversary تاني واحدة تمام نستر احمد از ريبريزنت ريبريزنتيف اول واحده تمام ماشي uh, a queue is a line of, uh, person. the space uh, station uh, is, is, at height height of تمام برافو عليك يلا حنين مستر هاي هاي الثانية ولا الثالثة؟ ما فيش الثالثة يا بابا عندي، ما فيش عندي الثالثة هايت هي واحدة بس مش غيرها نمبر بي. صح صح إجابة صحيحة يا حنين تمام؟ ااا اه, تمام. اه, لا سبيننج ويل. سبيننج ويل تمام. Uh, to spin الثانية. to spin برافو عليكي تمام uh, so some of the spokes أول واحدة برافو عليكي تمام there are two kinds of spokes آه oh, طبعا kind of تمام برافو عليكي خمسة من خمسة زي سجدان برافو عليكي آه اللي بعد كده آه uh, gravity is the pro

will fly to to the space station to buy تبقى rockets rockets فعلا صاروخ اجابتك صحيحه 5 من 5 برافو عليك اللي بعده ايوه يا مستر منتظرك اهو اول واحده هتبقى وي وينت شوبينج excellent تمام ايوه الثانيه هتبقى treatments treatments اللي هي طبعا تمام وبعد كده أسترونوتس الأخيرة من الأخيرة اللي هم مين دول؟ الرواد الفضاء إكسلنت تمام بعد كده إنترستد إن إن برافو تمام وهاب ماشي ماجيكال فيلينج ماجيكال فيلينج برافو خمسة من خمسة إكسلنت برافو عليك تمام اللي بعده الأولى هتبقى بي ديستانس A long distance تمام الثانية هتبقى دي يقول I have no to hide I am I am an, an open book ما عنديش ها أقول إيه choice ولا enemies ولا chance ولا secrets إنت أنا مش انا يا هتبقى دي 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 اسرار ايوه انا واخدها دي لأ طب ازاي ما عنديش اسرار عشان اخبيها اي ام ان اوبن بوك اجابتك صحيحه وممتازه كنت خايفك تغير الاجابه بس كويس ثبتي شاطره 23 هتبقى سي طب ما تجري عشان طبعا هي تبقى سي طبعا ماشي جاد عبراف ها 24 هتبقى استاذ بي سبنج تمام خمسة وعشرين هتبقى دي طبعا هنا ايه بيقول ان عملت الكوميونيكيشن اجابتك صحيحة نجات خمسة من خمسة برافو عليك تمام اللي بعده اول هتبقى ايه مستر دينا دي ايوه <applause> ايه الرقة دي يا سلام حب حميد حافظ بيغني ناشي يو كان You can launch launch أو أو برافو, برافو عليكي تمام. Astronomers uh, can predict predict تمام تبقى uh, location location يلا ما مزعلك تمام طيب <applause> بس انا عايز افهم ايه الكلمة التالتة؟ accommodation <applause> الإقامة يعني لما تكوني راحة مش يعني راح مثلا القاهره فبتدوري على مكان اقامتك هتقعدي فين؟ المكان اللي هتقيمي فيه. accommodation تمام وتبقى وين هي ارايف هتبقى هتبقى الاولى. كيوينج تمام برافو الاخيره هتبقى بنت طبعا هنا يعملوا ايه؟ يعني بيقولوا هنا astronauts are going to هيعملوا ايه سبيس ستيشن ان سبيس يعني هيعملوا ايه بقى يعمل لها بيلت اللي هم يبنوا اجابتك صحيحه خمسه من خمسه برافو عليكي ونخش على اللي بعدها بطه هتبقى اول واحده انيفرسري تمام بعد كده هتبقى ستيشن ستيشن اكسلنت بعد كده هتبقى ميشن ميشن جميل بعد كده هتبقى واتش اوت يعني ايه واتش اوت؟ انتبه خلي بالك تمام بعد كده هتبقى اكسبريشن برافو يا بت والله ممتاز خمسة من خمسة بطة برافو تمام يلا سد العالي محمد عامل كام يا مستر عشان اصلا ما سمعتكش اصلا وانت 36 اه من 36 يا ريتنا قلناها 15 مره لا والله ما سمعتهاش ان انت عندي زي الزفت ذا اماونت اوف سبيس بتوين تو بليسز المسافه بين مكانين نقول عليها المسافه ها الاولى الأولى ديستانس شد حيلك شوية a small hole ذات liquid or gas gets فتحة بيطلع منها الغاز أو السائل نقول عليها ايه فتحة ليه معناها يتسرب أو تسرب أيوة آخر واحد نو no. حد يقول له ثانية واحدة يا مستر الثانية يا مستر الثانية ليك يتسرب برافو is an organized way to do something يعني طريقة منظمة لفعل شيء ما نظام ها سهلتها لك ترانسليشن يا ريت عيب عليك بقول لك نظام سيستم سيستم دي محتاجة حد يغلط فيها برضه يا محمد What makes object fall to the ground? ما يجعل الأشياء تسقط إلى الأرض. تلتة تلتة، تلتة دي معناها الجفاف يا ولدي. الحقوا يا بنات. Gravity. Gravity. معناها إيه؟ الجاذبية. الجاذبية. <applause> تمام. صايد. اهو كلمة بمعنى آثار جانبية سهلة دي بقى. أثار جانبية؟ إداني آه. جانبية ونسي أثار. الثالثة الثالثة دي بمعنى عاطفة. الثالثة طيب معنى عاطفة الثالثة الحقوا يا بنات. الأولى سايد إفكت الأولى يا معلم Side المعلم الأولى. هنحل مع بعض بقى اللي فاضلين عشان قبل ما نخش على الجزئية انا مجهزها لكم. To look at something carefully to find out something is to لما يعني كلمه look at بص الحاجه بحر انا بعمل لها ايه؟ examine تمام عايز اسمع صوتك يا يعني نجات ما تسكتيش someone who is chosen to do something واحد بنختاره يقوم بعمل ما الاولى اللي هي الاولى يا ماستر ريبريزنتيتف معناها ايه مندوب اكسلنت اكسلنت تمام سات Set... ناف سات ناف سيستم برافو سات ناف اختصار لكلمة مين شاطر يفكرني بتاع السنة أولى وثانية كلمة سات ناف اختصار لإيه؟ حاجة نيفي <applause> حاجة نيفي <applause> 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 اسمها ساتلايت uh... نافيجيشن satellite نافيجيشن اللي هي الملاحة باستخدام الأقمار الصناعية السفر باستخدام الأقمار الصناعية ماشي يا معلمين ماشي يا بني آدمين آه القراءة 44 ابدأ الجملة بحال ولا تبدأها بصفة وعشان يغزكم جاب ثلاثة أحوال فإذا إيه اللي ينفع؟ الأخيرة سنتري تريدي. اسمها الأخيرة. اللي هي معناها حاليا. دينا اللي صوتها واطي ده مش كده؟ نفسي أشوفك في خناقة يا دينا بتعملي إيه؟ صوتك واطي في الخناقة ما أعتقدش. هو ز... دي قاعدة زامور زامور بقى سنة ثالثة. زامور more people want something, زة أخيرة.

ايمان ما حدش بيقدر يقف قدامها فين حنين لما كانت ما حدش قادر يقف سكتت وفاطمه سكتت اه هتهزمكم شباب انا بس اسبيس ايه كان تيك سيفرال a space mission ايوه ايوه الخناقه تقوم ها طوبه على طوبه طيب mission Name يعني اذكر اسم Name هنا آه. جاءت اسم Person that has the earth in a spacecraft الأولى يعني الأولى Person that has orbit أربط. أربط. the earth in space ها. in a يعني يعني معناها دي هنا uh, the earth in a كرافت الأرض في سفينة فضاء مم. هي اوربتت عشان لفة حوالين حاجه ثابته يعني يعني هو طبعا ان سبيس كرافت عايزين نقول مين اللي دار حول الارض فعلا هنختار كلمه اوربت وكلامك ايوه فيه. اصلا ما ينفعش بالأخيرة الاخيره مش حوالين لا كويس كويس كويس